واو، لا نبتعد عن العنصر المهم المفيد في كشف مؤامرة الاغتيال، حيث أن كعب الأحبار كان يعلم بمقتل عمر بأيام، وقد أخبره بأن يوصي ويستعد للموت بعد أيام. قال الطبري: جاءه كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين، اعهد فإنك ميت في 3 أيام. قال عمر: وما يدريك؟ قال عمر: وما يدريك؟ لاحظ، من المجوس؟ من اليهود؟ من السبائية؟ التفت جيدا، التفت هنا، من السبائية هنا؟ من هم اليهود؟ يقول: قال أجده. لاحظ، هذا هو قرآن الدواعش، هذا هو كتاب التيمية ومصدر التيمية، هذا هو مصدر التسييم. قال كعب: أجده في كتاب الله عز وجل، أجده في كتاب الله عز وجل. ما هو كتاب الله التيمي الداعشي التكفيري؟ ما هو؟ التوراة، التوراة. قال: أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة، بدون خجل وبدون حياء يتهمون الشيعة بأنهم من المجوس، من اليهود، من السبائية. التفت ماذا يقول؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة. هل سكت عمر على هذه العبارة؟ أم أنتم أيها الدواعش من دسستم ووضعتم هذه العبارات في كتب الروايات؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة، أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك. الآن كل من يقتل الآن بعنوان منجم، بعنوان ساحر، بعنوان مشعوذ، بعنوان وثني، هل يفعل أكثر مما يفعله كعب هنا مع الخليفة الثاني؟ أيضا يأتيك بكلام من القرآن، من الإنجيل، من التوراة، من زبور الدواعش، من زبور التيمية، كما يفعل كعب الأحبار هنا، أتى بخبر للخليفة. ما هو الفرق بين تنجيم كعب الأحبار وتنجيم من يتهم بأنه منجم مساحر من أهل صلاح الدين، من الموصل، من الكربلاء، من البصرة، من دمشق، من مصر؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا ثابت عليه ويسمي الإنجيل هو كتاب الله عز وجل، وهذا إن قال فيقول من القرآن، من السنة، من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يذبح الناس هنا وكعب الأحبار يقبل تنجيمه هناك؟ يقول: قال أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة، أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك. فلما كان من الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين، ذهب يوم وبقي يومان. ثم جاءه من غد الغد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة. فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة، ودخل أبو لؤلؤ في الناس، في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فضرب عمر 6 ضربات إحداهن تحت سرته، وهي التي قتلته، كما في الطبر الجزء الثاني ومثله في البداية والنهاية لابن كثير. وفي تاريخ المدينة قال ابن شبة، إذن في تاريخ المدينة قال ابن شبة أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله ب3 أيام، قال له: أعهد فإنك ميت في 3 أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل، في التوراة. وقال عمر: قبيل وفاتي توعدني كعب 3 أعدها أو أعدها، ولا شك أن القول ما قال لي كعب. فلما طعن دخل عليه كعب فقال: ألم أنهك؟ قال: بلى، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. هذا في تاريخ المدينة لابن شبة، ومثله في تاريخ الطبري. زاي الاستفهام الأغرب أنه بالرغم من أن المغيرة نفسه يدفع الرشاة من أجل الدخول على الخليفة عمر، وبالرغم من التحذيرات المتنوعة والمتكررة من كعب وغيره، فيأتي الاستفهام عن أنه كيف دخل القاتل المسجد ونفذ جريمته بكل سهولة وإنسيابية، إلى الحد الذي يقدم عمر عبد الرحمن بن عوف لإمامة المصلين وتتم الصلاة، والمصلون لا يعلمون بما حصل إلا النفر القليل ممن كان في الصف الأول والقريب من موقع الجريمة. وبالرغم من أن القاتل قد قتل 7 من المصلين وطعن 6 آخرين قبل أن ينتحر،
أو يقتل فتختفي آثار ودوافع وأصول ومنابع الجريمة. ففي البخاري في فضائل الصحابة قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني، قتلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجلا من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أراه، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. وفي البداية والنهاية جزء 7. قال: ثم دخلت سنة 23 وفيها وفاة عمر بن الخطاب. وفاة عمر بن الخطاب تحت هذا العنوان. وقال ابن جرير: وفي هذه السنة، هذا في البداية والنهاية، في البداية والنهاية يقول: وقال ابن جرير: وفي هذه السنة حج عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي آخر حج حجها رضي الله عنه. قال: وهي هذه السنة كانت وفاته. إلى أن يقول: وملخص ذلك أنه رضي الله عنه لما فرغ من الحج سنة 23 ونزل بالأبطح، دعا الله عز وجل وشكى إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير، وسأل الله أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين، فضربه 3 ضربات وقيل 6 ضربات، فخر من قامته. واستخلف عبد الرحمن بن عوف ورجع العلج بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه، حتى ضرب 13 رجلا مات منهم 6. فألقى عليه عبد الله بن عوف برنسا فانتحر نفسه لعنه الله.